امر تاني هو فيما يتعلق بتصريحات رمضان صبحي، وان اللاعب دخل في مداخله في احدى البرامج وقال يا جماعه انا بكلمكم بصراحه انا برغب في الاحتراف. فبالتالي ابتدى البعض يقول لك رمضان مش عايز يبقى موجود للاهلي، رمضان عايز يحترف. طب ما هو يا جماعه طبيعي اي لعيب يفكر في حته الاحتراف، يقول لك يا جماعه انا عايز. دلوقتي محمد صلاح مثل لكل اللاعبين طبعا يعني، فانا نفسي احقق مسيره كويسه زي محمد صلاح، حاجه تحترم بالنسبه للاعب. و فيما يتعلق بان البعض بقى يحاول يهاجم رمضان، يا جماعه ما اللي عايز يسيب الاهلي يمشي مفيش مشكله طبعا، نتمنى ان رمضان يكون موجود، نتمنى ان اي لعيبه، رمضان احسن لعيب في مصر طبعا ولعيب مهم جدا واضافه مؤكده، لكن لو هو ليه رغبه تانية فخلاص الرغبه دي تتحرم، خصوصا ان انت ما تمتلكش عقده، اللاعب محار عندك لنهايه الموسم. وانا عايز يعني افكركم مقوله مثلا كابتن او المهندس عادل القيعي كان بيتكلم في ايه ايام ما كان مدير تعاقدات للنادي الاهلي، كان بيقول لك ايه دايما، يقول لك انا بسال اللعيب انت حابب تبقى موجود في الاهلي؟ حابب، اوكي خلاص ابتدي التفاوض، مش حابب تبقى موجود في الاهلي خلاص انا مش هتفاوض. فالقصه دي برضو من ضمن الامور اللي الناس تتكلم فيها بشكل كبير جدا، احنا لسه بدري، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل اصلا، النشاط هيرجع مش هيرجع، الامور هتستقر على ايه، محدش عارف، محدش قادر يقرا المستقبل اطلاقا، لان احنا دلوقتي في فتره خاصه بالفيروس اللي بيتعرض ليه العالم كله، موعد ان التخلص من هذا الفيروس ده في علم الغيب يعني، نتمنى يكون في اقرب فتره ممكنه ان شاء الله باذن الله تعالى يعني، وبعد كده تقدر تدرس ملفاتك، تدرس امورك، تشوف الدنيا هتوصل لحد فين. طب ما ممكن رمضان ما يجيلوش عروض، اه البعض يقول لك ان هو عنده بعض العروض، اوكي مفيش مشكله، لعيب كبير طبيعي انه يجيله عروض، لكن في نفس الوقت انت هتدرس امورك وتشوف الدنيا هتمشي ازاي بالنسبه لك مع اقتراب نهايه الموسم لما باذن الله يتم استئنافه، وفي الاخر عندك طريقه معينه بتدير بيها امورك من خلال ايه، من خلال التواصل مع المدير الفني، المدير الفني بيقرر او بيقول قراره انا محتاج فلان محتاج علان، يا جماعه اتحركوا في الاتجاه ده نخلص القصه دي. فده اللي بيحصل يعني، ده سيستم النادي الاهلي. ده فيما يتعلق برمضان صبحي، ودايما يا جماعه انا بصراحه يعني انا مش بحب الهجوم اطلاقا ضد ابناء الاهلي خالص يعني، رمضان ابني من ابناء الاهلي، احمد فتحي لعب مواسم كتيره جدا مع النادي الاهلي، حسام عاشور كمان ابني من ابناء النادي الاهلي، اكرامي، الناس دي كلها يعني. فاحنا في عصر احتراف والامور هي او الايام هي اللي هتحكم مين هيروح فين ومين هيقعد ومين هيكمل وكلام من ده، مش عايزين نستبق الاحداث يعني. طيب انتوا عايزين فاصل، نروح فاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم.